ميكرو فريد على انفاس كما العاده. خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على ارتفاع الصاروخي ديال الدجاج اللي ولا كيلعب ما بين 22 درهم و 20 درهم. غنسولوا الناس واش غنوليو ناكلوه غير في العراسات ولا نشوفوه غير في الكاتالو؟ خليكم مع ارتسامات ديال الناس، اجوا معنا. السلام عليكم. السلام. استاذ بخير. مرحبا. عرف الدجاج شحال داير؟ الثمن ديال الدجاج هاد اليومات السيدي داير بين 21 22 درهم. ونورمالمون شحال خصو يكون؟ نورمالمون خصو يكون 13 14 درهم ماكسيموم. 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 يعني دابا غالي. دابا غالي بزاف، غالي بزاف. دابا غنوليو نشوفوها في الكاتالوغ. لا صافي، دابا الانسان دابا ما كيقدروش الناس يشريوه كاع دابا، ما فهمتي؟ شي رسالة منك. بالنسبة للسلطات يشوفوا هاد الأثمنة هذه راه تجاوزات الحد ديالها. وحنا ما عرفناش، دابا المسكين الدرويش هو عنده داك الدجاج اللي تيطيب في قرنها ما يقدرش يشري اللحم. اللحم غالي. وهما جاو الدجاج غالي، الحوز غالي. والدرويش مسكين فين غيمشي فين غيعيش؟ مع الدوان مسكين من غير داك الدجاج والحوت وداك الشيء اللي تيشري كل نهار. دابا بان لي انا مع الغلا ديال الدجاج غنولي واقيلا ناكلوها في العراسات. وناكلوها في العراسات ونديروا بطاطا وخيز وطاجين ديال الخضرة. صيك صيك احسن. خديت هذه شي يومين. عرفتي الثمن شحال ديال 420 وراه غالي بزاف اوليدي، غالي بزاف. وحنا ما قادينش على هادشي، وفين غادي بهاد الغلا؟ راه نورمالمون خصو يكون 220 الثمن العادي ديالو صافي، هادشي اللي خصو يكون. ما هادشي ديال 400 راه بنادم المسكين ما بحالوش، وشحال من واحد ما قادش زعما الله يحسن العوان وصافي. هادشي اللي غنقول يعني الا بقى طالع في الثمن غنوليو ناكلوه في العراسات. ناكلوها في العراسات ولا عرضوا علينا نيتا المحاكمه؟ لا عرضوا علينا، لا عرضوا علينا. تحياتي. واش نسيتي الدم؟ وهذا هو الحق. لا عرضوا علينا، عاودوا يديروا عسب سبا ولا هكا ولا شي حاجه. ما الدجاج ويلي ولا عنده سنان، ودابا هذا الوقت ديال العراسات كلشي غالي زعما. ولا كينقب دابا؟ والله الا والله كينقب. الدجاج راه غالي على الدرويش، بالنسبه للدرويش راه غالي عليه بزاف. عرفتي الثمن ديالو شحال داير؟ الثمن ديالو 420 ريال. 420 بالنسبه للدرويش راه غالي، بالنسبه للدرويش ومع هذا الوقت ومع الازمه وداك الشيء بالنسبه للدرويش راه غالي وبزاف كاع. انا بان لي غنوليو نشوفوه في الكاتالوغ واقيلا. وعلى هذا الحساب بنادم راه كيما قال شي لحقو مسكين. مع الدرويش بالنسبه للطاير ديال الدجاج راه خاصها 70 درهم، هو بنادم خدام 100 درهم. انا اللي غياخذ الطاير ب 70 درهم 30 درهم شنو غادير ليه؟ يشري خضره زيت سكر زيت، راه وصل حتى هو في هذا الدجاج ضوب الدجاج كاع ليه. ورساله منك ونطلبوا من هاد الناس المسؤولين اللي راهيو الدرويش في هاد البلاد، هادشي اللي كنطلبوا من هاد الناس. شي حاجه اخرى، الناس كيشوفوا كلشي وما عارفين كلشي وكيشوفوا كلشي. واش عرفتي شحال داير الثمن ديال الدجاج؟ اييه عرفت. شحال؟ وراه 440 ريال. كي كيبان لك الثمن هذا؟ هو ثمن غلا على المواطن، والسميك ما زايدينش فيه. وكي غتولي دير دابا الدجاج 20 درهم ونادم خدام ب 80 درهم 100 درهم الله يحسن العون. هادشي راه غلا بزاف اسيدي، غلا 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 غلا. اخر مره كلتي الدجاج؟ وهذا على هذا الحساب راه ما نبقاوش ناكلوه وقيله كاع. ما بقاش تاكلو؟ ما نبقاوش ناكلو. غتولي تشوفوه في الكاتالوغ. ولا الدجاج 100 درهم ولا 16 100 شنو راه فاتت كيلو ديال اللحم ليه. غلا خويا هادشي. ولا عرض عليك شي واحد العرس تاكلو ولا ما تاكلوش؟ ايوا غناكلو، هذيك راه حنا معروضين. فابور ديك الساعة. فابور ديك الساعة. بكل تواضع. بكل تواضع.